مجموعه الكورونا. دكتور في النقطه دي تحديدا خلينا نستوضح بس نقطه مع حضرتك، يعني احنا شايفين دلوقتي اوميكرون بالفعل سرعه انتشار ولكن يعني حده الاعراض اقل بكثير، هل ممكن نرى في المستقبل يعني لا قدر الله متحور اخر لديه نفس سرعه الانتشار ولكن حده الاعراض تكون اقوى؟ في البريدكشن او في علم المناعه ما حدش يقدر يعرف. يعني هقول لحضرتك حاجه ودي كانت المفاجاه بالنسبه لنا، في اثناء تتبع الكورونا او السارس كوفيد 2 الفيروس نفسه لما تتبعناه لقينا الفيروس موجود في الخفافيش وبعض الحيوانات زي البنجولين من سنه 2010، والفيروس ما زال موجود، قعد موجود في الحيوانات من سنه 2010 الى 2018 2019 الى حاله ظهوره. فبالتالي مع وجود الفيروس وانتشاره ممكن ما بنقدرش نعمله ديتكشن بشكل واضح او ما بنقدرش نتتبعه بشكل واضح، انما الفيروس متعايش معانا وموجود معانا. هل الفيروس في المستقبل هيحصل كده اذا لم نتتبع؟ ما زلنا بنقول برضه، لان زي ما بقول لحضرتك يعني اخر دراسه من الاسبوع اللي فات كنا يعني عاملينها بالنسبه للتباعد الاجتماعي، متر الفيروس قادر على الانتشار من انسان لانسان من متر ل 250 سنتي. يعني متر و250 سنتي الفيروس يقدر ينتشر من انسان لانسان. ولما اثبتنا الدراسات لان لا اللي مينيمم اقل مسافه 3 اقدام اللي الفيروس ما يقدرش ينتشر من انسان لانسان، مع شرط وجود الماسك. طب ولو ما فيش ماسك سي مثلا، لا الفيروس يبقى ينتشر لازم 6 اقدام تباعد اجتماعي. تباعد او اختلاط الفيروسات بين الاشخاص المحصنه والغير محصنه ده اللي بيدينا فرصه لظهور فيروسات جديده ومتحورات جديده. هل هيحصل بعد كده اختلاط؟ التخوف او الاوميكرون او منظمه الصحه العالميه، لان الاوميكرون لما تتبعناه اصلا نفسه لقينا اللي هو جاي اوريجينالي من بعض الحيوانات كمان. فاذا في سيري او في نظريه اللي الاوميكرون نفسه موجود في بعض الحيوانات، وده بالتالي منظمه الصحه العالميه اوصت اللي احنا لازم نحط في الاعتبار تحصين كمان الحيوانات المخالطه للانسان زي البيت انيمالز. فبالتالي هي مش حته ما نقدرش نقول هو هيبقى